تشهد فنادق مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر انتعاشة سياحية، حيث تستقبل آلاف السائحين عبر 51 رحلة طيران خلال الأسبوع الجاري. وقد أوضح مديرو الفنادق السياحية بمرسى علم أن الفنادق مستعدة لاستقبال الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، مشيرين إلى ارتفاع معدلات الرحلات السياحية الوافدة للمدينة لأعلى معدلاتها منذ جائحة كورونا. وقد وصلت نسبة الإشغالات بالفنادق إلى 50%، وهي النسبة المقررة لاستقبال السياحة طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء.